في تصريح خاص لبرنامج مجتمع واعي، وجه سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رسالة تحية وتقدير لكافة المتطوعين من مواطنين ومقيمين ضمن الجهود الوطنية المخلصة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أنهم مصدر فخر واعتزاز لمملكة البحرين. البحرين دائما تفتخر بأبنائها وبجهودهم الوطنية المخلصة. للحقيقة دائما ما تعبر عن وطنيتهم الصادقة وإيمانهم العميق بضرورة التكاتف والوقوف جنب إلى جنب، نتجاوز فيها كل التحديات والأزمات خلف قيادة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله. رقم أكثر من 30,000 متطوع هو رقم صعب، لكن مو صعب على البحريني. هناك العديد من المواطنين والمقيمين على أرض البحرين ينتظرون الفرصة المناسبة لرد جزء من الجميل لهذا الوطن والمشاركة في خدمة البحرين وحمايتها من انتشار هذا الوباء. الحقيقة مشاهد المتطوعين اللي نشوفها في وسائل الإعلام وفي العديد من المنصات التواصل الاجتماعي خصوصاً في القطاع الصحي والدفاع المدني بوزارة الداخلية مشاهد تثلج الصدر، تنقل صورة حقيقية لهذا المجتمع الواعي الحريص على أداء واجبه الوطني في مختلف الظروف من خلال موقف نبيل وروح وطنية عالية اللي نفتخر فيها ونفتخر بفزعتهم ووقفتهم الغير مستغربة. أنا في اعتقادي أن فلسفة التطوع تبنى على شخصية من خلالها توصل مسج ورسالة واضحة بأن هذا الشخص فيه خير، فيه خير لهله، فيه خير لمجتمعه، فيه خير لبلده. وفعلا أثبت البحريني وأثبتنا كلنا أن إن شاء الله فينا خير.